هل الصلاة خلف الصف منفردة لامتلاء الصف المسبق يبطل صلاتي؟ لا يبطلها، أنت مضطر إلى ذلك. وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف في مقال، ولا ثبت، فالنفي نفي الكمال ليس بنفي الأصل، لأن أبا بكر أتى والنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو راكع، فركع خلف الصف منفردا ثم دب دبيبا حتى دخل في الصف. فلو كانت صلاته تكبيره وهو منفرد باطل لأمره النبي بالإعادة.